حضرتك ذكرت في حديثك عن الوصمة ان الاكتئاب ممكن يكون اخطر على الانسان من السرطان واخطر من امراض اخرى كتير، وذكرت نسب عالية جدا للانتحار. هل الاكتئاب هو الشريك الاكبر في الانتحار؟ الاكتئاب لوحده والقلق، الاكتئاب والقلق لوحده في ما لا يقل عن 400 مليون نسمة في العالم. نسبة الاكتئاب، خلي بالك انا بقول لك الاكتئاب كمرض، لان 90% من العيانين اللي بيقول لي اقول له عندك ايه، يقول لي اكتئاب، هو ما عندوش اكتئاب خالص. يعني اسهل كلمه انا عاوز اطلق ليه، جوزي خلاني مكتئب، ملهاش علاقه خالص. لو انت متجوز بقالك 40 سنه ملهاش علاقه خالص، لكن هي بتسمي وهو بيسمي الاكتئاب. الاكتئاب نسبته في العالم كله من 4-6% من مجموع اي شعب، واحنا عملنا هنا في مصر بواسطة كذا حد ابحاث كتيره جدا، وطلع ان احنا من اقل الناس اللي عندهم اكتئاب، 3.8. المكتئب ده معناه لا يوجد بهجه في الحياه، والام في الجسم كلها تفوق الام السرطان، وفي نفس الوقت لا يستطيع العمل، وإذا راح العمل لا يعمل شيء. وفي سؤالين تقدر تسألهم تقدر تعرف العيان ده عنده كتاب ولا لا. هل في الشهر الأخراني أصبحت حاسس بالعجز واليأس من أي شيء تعمله؟ السؤال التاني، هل البهجة بتاعت حياتك، الشيء اللي كان بيبسطك، أكل، شرب، دخان، رياضة، مقابلة أصحاب، زيارة الأقارب، تلفزيون، ما بقتش تتذوقهم؟ إذا جاوب خلال الشهر الأخراني، ده مستمرة مش يوم، ما ينفعش، دي زبزبات مزاجية. إذا قدر إن هو يقول نعم، 90% هيكون صحة عنده اكتئاب.